هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. الحلقة هذه بتكون خاصة لأن القصة اللي راح أتكلم عنها اليوم راح تكون طويلة وأيضا ألفتها بنفسي، فرجاء اللي يخلص الفيديو يكتب تحت الكومنت إيش اللي عجبه بالقصة وإيش اللي ما عجبه، خذوا راحتكم. ولا تنسون قبل أن نبدأ اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. عنوان القصة: هم لن يأتوا لكنهم وصلوا بالفعل. هذا كان كل اللي كان مكتوب في الإيميل اللي وصلني، والغريب أنه ما كان في عنوان المرسل ولا شيء، حتى الإيميل المكتوب شكله من إيميلات السبام. في البداية ضحكت عليهم وما اهتميت للرسالة، لأني في صغري كنت أشترك في منتديات تتكلم عن الصحون الطائرة ونظريات الفضائيين. في البداية ظنيت أنها دعاية لموقع معين، لكن ما شفت أي رابط في الرسالة، فقط الكلام اللي مكتوب. هذا أثار فضولي. في وسط تفكيري في الأمر جاني إيميل ثاني، هذه المرة كان مكتوب: تصرف بشكل طبيعي ولا تقول شيء يثير الريبة والشك، ولا ترى بيعرفون عنك. هنا بدأت أخاف من الموضوع لأنه صار شبه بتحذير، بس مين اللي قاعد يحذرني وإيش يقصدون فيهم؟ مين هم؟ أسئلة كثيرة جت في بالي. قررت أني أرد على الإيميل وقلت له: مين أنت وإيش تقصد بتحذيرك؟ أنا عارف أنها مزحة ورجاء وقف عما رسلتي. بعدها وصلني الرد، كان مكتوب اسمي الكامل وعمري وعنوان البيت وكل معلومات عني. هنا خفت، كيف جاب معلوماتي كلها؟ فجأة جاني إيميل جديد، لكن هذه المرة من عنوان جديد، كان مكتوب: مهما تسوي لا تطالع برا البيت. أنا هنا وصلت مرحلة الفضول عندي، قلت في نفسي أن لازم أعرف إيش برا البيت. وفي نفس الوقت سمعت صوت فرقعة قوية برا البيت واستغربت إيش هذا الصوت، كيف الصدفة اللي جاء الصوت مع وقت الرسالة. وبعدها شفت أنوار في الشارع من خلف الستارة، وكنت خايف أنظر إلى الخارج. الرسالة حذرتني أكيد لسبب، مو معقولة كل شيء صار صدفة. وقررت أني أتسلم باب الخلفي في البيت وأشوف شو اللي فيه، لكن لما فتحت الباب الخلفي لقيت طرد موجود. سحبت الطرد إلى الداخل وفتحته، لقيت نظارة شمسية وجوال، والغريب أن الجوال ما كان فيه شريحة اتصال ولا أقدر أتصل فيه. بعدين لاحظت ورقة مطوية داخل الصندوق، أخذت الورقة وفتحتها وكان مكتوب فيها: النظارة تستخدمها عشان تشوفهم، والجوال تستخدمها عشان تصورهم. عالمنا صار فيه غزو صامت وتسللوا في حياتنا من غير ما نحس. طالما وصلك الطرد معناني أنا أديت مهمتي. كل اللي لازم تعرفه عني أني كنت أحد أعضاء المنتدى اللي أنت كنت فيه، ما لقيت شخص ثاني أقدر أثق فيه وراح يصدقني غيرك أنت. هنا استغربت من الرسالة، هي موجهة لي أنا شخصيا، والدليل أن اسم المنتدى نفس الاسم اللي أنا كنت مسجل فيه. بعدها وصل لي إيميل مكتوب فيه: لا تصدق الطرد ولا تستخدم الكاميرا لأنها خدعة منهم، وانتبه تطالع برا البيت. جن جنوني، كيف عرف أنه وصلني الطرد وكيف عن الرسالة ومحتواها؟ أيضا يقول لي أن الطرد عبارة عن مصيدة. هنا بديت أتمالك نفسي وهدي أعصابي وبديت أفكر بشكل منطقي. في شخصين مجهولين تواصلوا معي، واحد عن طريق إيميلات مجهولة تجيني بشكل دوري، والثاني عن طريق طرد مجهول وصل عند باب بيتي الخلفي وفيه رسالة. الشخص الأول قال إن في ناس مجهولين المفروض ما أثق فيهم، والشخص الثاني أعطاني أدوات تساعدني على كشف الأعداء. قررت أني أثق في الشخص الثاني اللي أرسل لي الطرد، وهذا معناه أتجاهل كل كلمة قال إياها الإيميل. طبعا أول شيء بسويه أني بنظر خارج البيت. فجأة جتني رسالة إيميل جديدة مكتوب فيها: أنت اخترت غلط وراح تندم. طبعا أنا كنت ملتزم بقراري، أخذت النظارة والجوال وطلعت، رحت عند النافذة. أول ما نظرت اندهشت من اللي شفته، الشارع كان فاضي ولا فيه ولا حد، ما في أي أثر الحاجة طاحت أو أي شيء فرقع. استغربت في البداية، بس بعدها تذكرت أن معي النظارة، لبستها وشفت حاجة غريبة جدا. كانت في مناطق عليها مثل حاجة شفافة تتحرك، وهنا أخذت الجوال كاميرا ووجهت الكاميرا على المنطقة الشفافة وصورت الصورة. وأول ما صورت طلع صوت فرقعة قوية واختفت المنطقة الشفافة. ولما شفت في الكاميرا لقيت رقم 3 بالأحمر على الصورة، استغربت. قررت أطلع برا البيت، ولما طلعت لاحظت في أشكال شفافة منتشرة كثير، قررت أني استخدم الكاميرا وأصورهم كلهم. بعد ما خلصت جمعت عندي صور عليها أرقام مختلفة، 7 صور و7 أرقام، وكل رقم له لون معين. بعدها
وصلت عند باب عليه قفل فيه 7 خانات. هنا فهمت اني احتاج استخدم الصور اللي لقيتها واحط الارقام فيها بترتيب معين. في البداية جلست اجرب من 1 إلى 7 وبعدين من 7 إلى 1 وما نفع. بعدها قمت اجرب بشكل عشوائي وما نفع. جلست ساعة كاملة احاول وما في فايدة. وفجأة نزلت قطرة مطر على راسي وطلعت فوق وبدت تمطر. اول ما طلعت فوق على طول جاء شيء في بالي، قوس قزح فيه 7 ألوان. حطيت الارقام بالترتيب الالوان حق قوس قزح في القفل، وبعدها القفل فتح معي وانفتح الباب. اول ما دخلت من الباب انفتحت كشافات قوية على عيني، وسمعت اصوات ناس يقولون نجح في الاختبار. واضح ان الجنس البشري عنده فضول كبير في كل شيء، وهذا اللي ادى الى انقراضه. بعدها اطلقوا علي طلقة مخدرة فقدت الوعي، ولما صحيت لقيت نفسي في سجن وحولي مخلوقات غريبة. واحد منهم قال لي انت اخر انسان على وجه الكرة الارضية، وحنا الفضائيين مثل ما انتم تسمونا استولينا على كوكب الارض وبدناكم جميعا، لكن خليناك انت تعيش لوحدك عشان نجري تجارب فيك. كل شيء صار لك اليوم عبارة عن تجربة علمية سويناها فيك. اللي ارسل لك الايميل واللي ارسل لك الطرد هم حنا، ما في اشخاص ابدا سووا لك كذا. كل هذا عشان نقيس مدى الفضول عند الجنس البشري. والحين راح نمسح ذاكرتك ونبدأ اختبار ثاني جديد. مسك جهاز قدامي وطلع منه نور أحمر قوي. كنت جالس في الغرفة وفجأة جاني إيميل مكتوب فيه هم لن يأتوا، لكنهم وصلوا بالفعل. وهنا نقول انتهت قصتنا المرعبة. عطوني لايك إذا عجبكم الفيديو، وأيضا قولوا لي كيف رأيكم القصة هذه، لأن زمنكم هذا تأليف من عندي وإن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم مستعد ألف لكم قصص ثانية أكثر، لأن بصراحة قصة الإنترنت انتهت وبعضها صاير مو لهناك، ما قام يخوف، فقمت احاول الف قصه من عندي ونشوف كيف يصير. فزي ما قلت لكم اعطوني رايكم تحت بالكومنتس، اكتبوه وادعمونا ان شاء الله، ويعطيكم العافيه. كان معكم بعد الشيحه، احبكم كلكم واحد واحد، مع السلامه.